كان صعيب معناه وسائل في نفس الوقت معنا عرفنا ما عرفناش معنا كيفاش ندخلوا في الطرح خلقنا برشا فرص وما جسدناهمش معنا دوزيام ايطوا معنا شوفنا معنا لوندا معنا عرفنا كيفاش ندخلوا في الطرح وماركينا البطولة اللي سهل لنا برشا معنا الماتش ومعنا الحمد لله يا ربي جاي الثاني والثالث معنا اللي عطانا برشا معنا شحنة معنوية ومعنا شفنا اليوم أداء ونتيجة إن شاء الله نكملوا نخدموا نروحنا إن شاء الله جاي خير بالطبيعة كيما قلت لك معنا بريمير ايطوا ما كناش مركزين قدام كاج برشا وتسرعنا دوزيام ايطوا عرفنا معنا كيفاش ندخلوا في الطرح وناخذوا معنا الطرح معنا في يدينا وان شاء الله معنا في قادم المباريات ان شاء الله معنا نعرف كيفاش ندخلوا في الطرح ونعرفوا الماركيو معنا باكي فرص ان شاء الله طونو العام 45 دقيقه لعب عندنا في تيف ستارتينا نتاع ليكيب ادفيرس الحاجه اللي نقصتنا هو الهدف اللي كان تسجل راهو برشا عبيد ولا تقول الاسبيرونس قولي ما عديت ماتش امبيكابل ولعبت مليح وجا الهدف والنتيجه الحمد لله شوف انت في الزامي طون كي جا الهدف الاول خلينا مرتاحين ورا الاسبيرونس ما تعرف كي يجي الهدف تولي الاكيب تخدم الاوتوماتيزم تجي الحمد لله ان شاء الله ديما هكا نكملوا نفرحوا جمهور الاسبيرونس و ان شاء الله نرجعوا تاو الشامبيونان تاعنا وان شاء الله نجيبوا تروا بوان ان شاء الله صحيح بريمير ميتون ما زغنيش برشا فرص جاونا دوزيام ميتون بالاريتي اللي نتاع سعد فرهدتنا مليح وكنا خايفين من هدف خاطر كان ماركا فريق زام كان نجم يقلقنا مليح عرفنا كيف نجريو الماتش وجبنا تروا جبنا الكاليفيكاسيون ان شاء الله نكملوا هكا ان شاء الله صحيح هذول الشوط الاول ما سجلناش خلقنا برشا فرص الشوط الثاني ركزنا اكثر قدام الكاج وسجلنا الحمد لله هذول 90 دقيقه يعني تشوف النتيجه 3-0 لي زوكازيون اللي خلقناهم ان شاء الله المقابله الجايه نكونوا مركزين اكثر باش نقضوا المقابله من الاول نعملنا كونتر منافس محترم يعني ما تجراش النتيجة والأداء اليوم يعني نعملنا كونتر فريق محترم بتاتا رحنا خلنا كونسنتري أكثر منه اليوم وعنا لهم فيه شو ترشحوا عليك وندوميني و إيه ذولي احنا ماشي في بلاصتنا صحيحة طيب الدرجة ذولي ماشي بلاصتها اللي تلعب فيها درجة تلعب في تشامبيونز ليج وإحنا مستوى متاعنا متاع تشامبيونز ليج ومرحبا باللي باش يجي احنا ما نخاف من هذا الفريق ذولي الفرق اللي تخاف منا درجة تونس معايا كبيرة وإن شاء الله أوبجيكتيف من لي زوبجيكتيف اللي حددناهم سنة والكاف بريمير ميتون صحيح خذينا كل شيء خلقنا لي زوكازيون مالوريزمون ما حطيناش كرة في الشبكة بتاتر الناس الكل حابين نجيبوا بونتويات باش نتفرهدوا كان شويه فما تسرع زي ما قعدنا مركزين الحمد لله ما قبلناش التالي وامنا ما جبنا 3 بونتو اللي فرهدونا ان شاء الله ديما هكا ان شاء الله صحيح في جينا تور صعيب اون باراليل عندنا شامبيونات زاد كيف كيف يعني اللي قاعدوا دي ماتش دو كوب ان شاء الله نوفقوا بين الزوز ونكونوا حاضرين ونفرحوا جمهورنا ان شاء الله